وفي ملف ذي صلة، حذرت أوساط مجتمعية في محافظة ذي قار من انتشار ظاهرة الابتزاز الإلكتروني بشكل واسع، وخاصة مع ضعف تطبيق القانون والتعامل غير الحازم مع هذه القضايا. وفي السياق، أقامت إحدى المؤسسات المجتمعية المدنية ورشة تدريبية تدور حول أسباب الابتزاز الإلكتروني وسبل معالجته. حيدر حنون والتفاصيل. انتشرت ظاهرة الابتزاز الإلكتروني بشكل واسع في محافظة ذي قار، وتطورت مع مرور الوقت، خاصة مع ضعف تطبيق القانون والتعامل غير الحازم مع مثل هذه القضايا. مؤسسة أورفان للثقافة والفنون أقامت ورشة تدريبية تدور حول الابتزاز الإلكتروني وأسبابه وسبل معالجته، وكذلك بناء شراكات بين الحكومة المحلية ومنظمات المجتمع المدني لحماية النساء والأطفال من هذه الظاهرة الخطيرة. هذه الورشة اليوم هي بناء شراكات بين الحكومة المحلية ومنظمات المجتمع المدني ضمن برنامج حملة فن للحقوق الرقمية لحماية النساء والأطفال من الابتزاز الإلكتروني وحماية الضحايا اللي جاي تتعرض، وخاصة بالآونة الأخيرة تفشت هاي الظاهرة في محافظة ذي قار وفي جميع محافظات العراق. ونحن اليوم لمعالجة هذه القضايا الملحة التي تستهدف كيان المجتمع، هي الأسرة، هي النساء والأطفال أو الأسرة بالخصوص. بدعوة كريمة من منظمة أور للثقافة والفنون، والتي تقيم ورشة حول الابتزاز الإلكتروني والجرائم الإلكترونية اللي تم انتشارها بشكل كبير في هذا الوقت، وخصوصا ما تعرض له النساء في محافظة ذي قار على المستوى الخاص وكذلك على مستوى العراق، وإيجاد الحلول لتشريع قانون الجريمة الإلكترونية والجرائم الرقمية. ورغم أن حالات الابتزاز الإلكتروني تتعدد أشكالها وتطال مختلف فئات المجتمع، لكن النساء هم الضحايا الأكثر عرضة لهذه العمليات وفق البيانات الرسمية الحكومية، وكذلك تلك الصادرة من قبل المنظمات والهيئات الحقوقية والمدنية في محافظة ذي قار. تعاني النساء بمحافظة ذي قار كبقية النساء في العراق عموما من حالات الابتزاز الإلكتروني والتعرض إلى حالات القرصنة من قبل ضعاف النفوس الذين يحاولون ابتزاز النساء. بالتالي عملية المطالبة بتشريع قانون للجريمة الإلكترونية أصبح مطلبنا، فضلا عن ذلك مطالبنا بتشريع قانون للحماية من العنف الأسري نتيجة لتزايد حالات العنف بالمحافظة، حيث سجلت محافظة ذي قار لعام 2023 2068 حالة عنف أسري، وبالتالي إيجاد هذا القانون هو مظلة قانونية تحمي المرأة والطفل والزوج وكبار السن. هواي بنات بالمجتمع والنساء ما يعرفون يحافظون على بياناتهم وصورهم ومعلوماتهم الشخصية، فبالتالي راح يواجهون العديد من المشاكل الاجتماعية، منها نشر الصور وانتهاكات يعني جسمانية، لأن تعرف احنا مجتمع عشائري وهذا المجتمع ما يتقبل انه صور ابنائهم او بناتهم او عائلاتهم تنشر. فاحد الحالات اللي واجهتني بعملي انه احد الفتيات تعرضت الى ابتزاز الكتروني من خلال صفحه وهميه على صفحه الانستغرام. طبعا هذا الشخص طلب من عندها مبلغ مالي حتى يمسح الصور وما ينشرهن، فهي توجهت الى الشرطه المجتمعيه حتى يتخذون الاجراءات السليمه ويحلون هاي المشكله. فبالتالي تكتشف انه هاي عباره عن شبكه، مو شخص واحد، وانما شخص يسرق الاجهزه، شخص اخر يبتز، وواحد يتم تحويل عن طريق المال. وتعد قضايا وجرائم الابتزاز الإلكتروني من أكثر الجرائم الحديثة والعصرية، ويتساءل الكثير من المواطنين عن الآليات والحلول والطرق السلمية في معالجة قضايا الابتزاز الإلكتروني، وهل توجد حلول فعلية يمكن من خلالها القضاء على المجرم وإنهاء واقعة الابتزاز الإلكتروني بشكل كامل، وخاصة في محافظة ذي قار التي انتشرت فيها هذه الظاهرة الخطيرة على المجتمع. لقناة صلاح الدين، حيدر حنون، الناصرية.